أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما قاتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قاتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذين حج إبراهيم في ربه إن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبكيت الذين كفروا، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظم كيف ننشزها ثم نكسوها لكما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن،
قال بلى ولكن ليتمعين قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرخن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دوخن يخطينك سكيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلات مئة خبة، مئة خبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا أذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطال، والله بما تعملون بصير. أيعبد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إخسار فيه نار فاخترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
وما أنفقت من نفقات أو نذرت من نذر أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا صدقاتي فنعيمي إن تبتوا صدقاتي فنعيماكِ، وإن تخفوها وتكتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أخسروا في السبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبوهم الجاهلين أغنياء يحسبوهم الجاهلين أغنياء من التعفف تخريفوهم بسماهم، لا يسألون الناس إلخافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربك فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن أدى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي صدقه، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاحذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو أسرات فنزيرات إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وتكو يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ،
ولا يحب كاتب أن يكتب كما أذنكم الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيفا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يخب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حضيرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل عليه، أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لك ما كسبت وعليك ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا،
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.